تاع باك سبور يعني ديرنيرمون لتفاري يعني بالنسبه للثقافات المتعدده تشوف يعني في بدات يعني تترسخ في التلاقة متاع الباك ديرنيرمون عنديش 4-5 سنين يعني بحسب التعدد الثقافات الفين الموجودة تلقى يعني فما ناس يعني اليوم عندهم الاكستريم دروات حتى يشيرين حتى الاكستريم غوش هي يعني دخلة تبين يعني في التوجه الثقافي متاع كل تلميذ فينا والتوجه الفكري متاعه تلقى كما قلنا يعني اللي هو الدخل متاع صفور يجسدها بي يعني في القضية الفلسطينية فما شكون قضية داعش اللي هي ديرنيرمون لتفاري فما حتى تلقى حتى في يعني الاكستريم غوش هي يعني دخله جديده علينا وعلى التلاميذ نتاعنا مالوريزمون ان شاء الله يعني تكون حتى لو كان تكون يعني تترسخ في 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 في, في المدارس نتاعنا تكون تترسخ بعقليه يعني مفيده للمجتمع وتكون نافعه اكثر منها تكون ضاره لانه تويك ولا المضار نتاعها اكثر من انه يعني المنافع نتاعها وتاخذ حتى في توجه سياسي وبعد سياسي اكثر منه اي يعني اي يعني ترفيه ولا اي ريبريزونطاسيون للثلاثة نتاع الباك نتاعنا انا مع انه هالصغار هذوما نسمعوهم حتى اي مبادره منهم يلزم معناها ما نخليوهاش تتخبى خليهم فهمتني يعبروا على رايهم خليهم يخرجوا واش اللي عندهم باك سبور نورمالمون التلاميذ يكونوا يعدوا في كونكور ناسيونال نورمالمون ما يكونش بدا بالدخل هذه وبالمشاكل هذه كنت الدخل بتاع باك سبور خاطر انا شوف اللي الدخله معناتها ماهيش حق باش تعبر على الراي بتاعك نشوف اللي الدخله تقتصر كان على استاديات خاطر انا مونتاليتي ترا والدخله راهي تبقى كان في استاديات وماهيش بتاع ليسيات واحد خاطر فيها برشا عبارات تمس بالاخلاق وميساجات ماهيش قاعده واصله كيما احنا نعتبروها انا كنت الحقيقه انا جيت شوكي ملي شفته حسيت روحي كاني ماهيش باك سبور ماهيش ماهمش ديزيليف واش علينا في كيما قلت لك سيت ان كارنفال واش علينا مشينا لامريك لاتين نتفرجوا في حاجه كيف هكا بون يمكن هذايا فيو حتى النيفو معناها ايدوكاتيف ويمكن حتى لانفيرونمون اللي ولينا عايشين فيه معناها فيو البوليتيك تاويكا زادا كيف كيف لي كونديسيون سوسيال كيفاش وليت كله بطبيعه عنده تاثير على التلامذة عنده تاثير على العباد الكل خلاها التلامذة بالنسبه لي انا مع حريه التعبير ومع كونهم صغار يعبروا هي فرحه تجي مره في العام غالي مش كل يوم شعب باك سبور وكل شيء هي حريه التعبير لازم تكون معناها فما دي ليميت وما لازموش نديباسيو الليميت نتاعنا باش ما نمسوش بهيبه الدوله و ابريتو معناها صغار معناها انت فات عمول تقام بين 17 19 سنه معناها الله غالب فما حكايه تعدي مي ابريتو هكا فما زاد عباد غلطت وستعرفوا قالوا معناها سيتا ميساج عن حابين نوصلوه ماهيش مشكله كبيره معناها ماذا بينا ما سايش وعادي ضد الفلامات ضد حاجه تهز الفكره للارهاب حبه داخله يعني منطقيه حاجات بدون اعلام بدون شغب مع حسب رايي انا ضد الدخل تاع الباك ومعناها بوسكو حسب ما شفت الكونتينيو في الفيسبوك نتاعهم كيفاش معناها كلم زايد محطوط على لي بوندرول هذوك وارهاب حاطين هكا واحد نورمالمون في مؤسسه تربويه ما يجيش حاجات كيما هكا ماهيش نتاعنا هذه الاشياء اللي يعملوا فيها باش تفرح مش بالطريقه هذيك شو ماشي يتكسر وتعمل وتسب وتعمل مش معقول هذا يعطينا الباك شكون ما عداش باك في تونس بون فلا بيبار تاعهم باهين اما اللي صارت في حالات شاذة وشوي مش برشا كم تاع اللي صارت كيما في جندوبة تاع هتلر ولا متاع داعش اما لا بيبار تاعهم باهين واللي صاروا يمكنش سنين ولا ثلاثة سنون الباقي باهين والذهب كله يضد انا الحكايه هذيا فهمتني خاطر ماهيش لايقه تو يعني. كدخلك نتاع الرياضه واحد هذيك امور اخرى ما باك سبور ماهيش فهمتني تعمل بلبله وتعمل برشا حاجات بالنسبه لدخله الباك سبور انا معاها اما المهم كونه ما تتعداش الحدود نتاعها وتبقى ديما منظمه وكما سمعت البارح انا في التلفزه حكاوا في البرنامج هذايا نتصور كان يتفاهموا مع المدير نتاع الليسي ومع الاساتذه وتكون منظمه يعني الدخله كيفاش باش تكون هادفه
وتكون فيها بعد هكا حتى للمتفرج حتى اللي نزلوا في الكاتريماني وفي التروزياماني وفي الدوزياماني ياخذوا عليهم على الاقل يشوفوا وش عملوا دخله باهيه وهادفه تفيد المجتمع وتفيد التلامذة الكل يمشيوا عليها وينجوا على المنوال هذاك. بالنسبه للدخله نتاع الباك كما نتصور معناها اكثريه التوانسه نوفقهم في الحكايه اللي معناها هي كدي جون ويحبوا يوصلوا ميساج هو حاجه باهيه. كنا نتصوروا اللي باش يكون فما تاثير ولا يكون فما تنسيق ما بين التلامذه وما بين الاداره في محتوى الموضوع وفي الميساج اللي يحبوا يوصلوه. شيء مش باهي بالكل بالكل. ما نعرفش التربيه كيفاش ولات وكيفاش باش يصلحوها كيفاش وصعيب ياسر خاطر شيء سيب ما عادش بالكل باش يتصلح. بالنسبه للباك سبور هما شباب ويحبوا يفرحوا لكن الكيفيه هذيك انا واحد من الناس تعرضت حاجه معناها تعرضت لها بالسياره تعدى بحث الليسي من الليسيات في ذكر اسمه حجر وعسي تهور في الكياس هذاك مش معقول. اما باش تعبر على رايك كتلميذ وفرحان بالبوكسبور وعام وكاخر عام وكذا مش بالطريقه هذيك. الاشهار اللي عملوه البوكسبور والدخله نتاعهم انا راني معاهم. علاش معاهم؟ خاطر شباب خلي ياخذ وقته وممتو ينحي في ستريس وينحي في الروتين وفد الشباب وكل شيء. وثاني حاجه اللي عملوها معناتها على كونهم على هتلر ولا على الارهاب كل شيء ما عندهمش حتى قز. والشباب راه نظيف وراه قلبه نظيف ويحب يعيش لا اكثر ولا اقل. واللي يحب يكبر الحكايه هذيا راه ما عنده وين يوصل. ورانا كلنا شباب هنا في العمر هذيا وعشناها الحاجه هذي وعملتها بنتي عامين وثلاث سنين التالي وانا جو سوي بور مانيش كونتر. وربي معهم ان شاء الله يا ربي ينجح كل تلميذ وكل معناتها اولياء اللي يحبوا وليداتهم تنجح واللي عندهم ما عندهم ما يعملوا ما عندهم ما يمشوش وتلامذه راه ما عندهم ما يمشوش. خليهم يقراوا على روحهم وخليهم معناتها يتفتح. انا راني معاهم في العمر هذا راني معاهم وربي معاكم.